نلاحظ الآن تراجع كبير فيه من حيث الحريات، ومنها على سبيل المثال حرية اللباس. وهذه قضايا يجب ألا نفرط فيها، ويجب ألا نترك المجال للمنظومة القديمة أن تعود وأن تدوس على هذه الحريات. وأكبر مثال في هذا الاتجاه هو مثال مضيفة خطوط الجوية التونسية نبيها الجلولي، التي تعيش مظلمة حقيقية منذ أكثر من سنة الآن، وهي ممنوعة من العمل، ممنوعة من صعود الطائرة بسبب حملها للحجاب. وهناك في الحقيقة أكثر من مضيفة، هناك تقريبا ما يقارب 20 مضيفة ممنوعات من العمل، ولكن أغلبهن اضطررن إلى نزع الحجاب قبل الصعود إلى الطائرة. وهذا يعني هذه ممارسة يجب أن لا نسكت عنها، ويجب أن ندعم كل الحريات، وأساسا الحريات الفردية، وبالأخص من حرية اللباس، وندعو إلى تمكين السيدة نبيها الجلولي من العمل بحجابها طبقا للدستور وطبقا للقوانين التونسية، وحتى طبقا لما سمي بالميثاق داخل المؤسسة، داخل تونس الجوية، مؤسسة تونس الجوية، الذي لا يمنع الحجاب، لا يمنع حمل الحجاب، وبالتالي هذه مظلمة. هذا مثال على من مجموعة من الأمثلة التي نرى للأسف من خلالها التراجع الكبير عن الحريات، وكثيرا من الممارسات التي يعني تدين التي عفوا يعني تخرق الدستور وتبتعد عن روح الدستور وعن المبادئ الكبرى التي أسسها. فهذا مثال بسيط في قضية الحريات. وهناك مشاكل كبرى يعني تبرز الآن، وتراجع كبير عن مسار الحريات وعن مسار الديمقراطية في كل المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي، وأساسا في المسألة الاقتصادية الكبرى الآن، وهي قضية ما يسمى بالمصالحة، المصالحة دون المحاسبة، والمصالحة خارج إطار يعني منظومة العدالة الانتقالية التي يعني أقرها المجلس التأسيسي، والتي من الضروري أن نسعى إلى احترامها. فإن كانت مصالحة ونحن ندعو كلنا إلى المصالحة، فلتكن داخل هذه المنظومة لا خارجها.